السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عن أختكم نادية. كما راكم بتشوفوا اليوم مليء بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية في السطح عندي مع هذه الصباح المشرق. درجة الحرارة راهي مرتفعة ولما نجم نقولكم شعار بالصحة الحمد لله يا ربي. المهم بعد نزول الامطار طلعت الشميسه هكا تنشف شويه امطار وتنبت البذور وتنبت تنمو النباتات ولا كوموندي. هذا هو هذه هي الطبيعه وهذا هو هذه هي النباتات. ولازم الماء لازم الشمس لازم الريح. الحمد لله على كل حال. المهم اقعدوا معايا مشاهده ممتعه مع نباتاتي القليلة والمتنوعة. مرحبا بكم، مرحبا توجور المشتركين اللي التحقوا بالقناة مؤخرا. راكم عند أختكم بكل فرح وسرور. مرحبا بكم توجور بدعمكم المتواصل. دائما أنتظر منكم أكثر وأكثر بالمساعدة والبارتاج والمشاهدة بصدق والاشتراك، سورتو الاشتراك، مشاركة الفيديو وطلع الفيديو الأكبر نسبة ممكنة. المهم غادي ندير معاكم غادي نقلع قدامكم هكا هاد البذور اللي يسموها بالنبتة يسموها مويلي دو بويم، فوالا بالفرنسية بالعربية مازال ما خرجتهاش. المهم هذه هي، شوفوا شوفوا النبتة جميلة جدا، شاية لمي راهي نايضة هنايا هكا وحدها هنايا في هاد مع هاد البوتي على الكرسولة. ولا راها شوية ما هيش صايبة روحها. ولا انا غادي نقلع قدامكم هكا البذور وغادي نحافظ عليها باش نغرسها من جديد وقدامكم ان شاء الله. بتات تنوض بتات ما تنوضش، تجربة هي. مانيش حاسي الوقت تاعها الى دروك ولا الله اعلم. انا كانوا عندي لي ساشي دوك اللي شريتهم من مكازا ليدل ومانيش حاسي لا راهم مازالوا عندي ولا رميتهم. المهم اقعدوا معايا ان شاء الله. كما تعرفوا البذور غيتي بس لازم نقلعوها باسكو الا طحت عليها النو وشمختها هذيك الماده اللزجه هذيك اللي تكون لازقه فيها اللي تكون تحمي البذره هي كومونديت ما توليش فعاله وما تنوضش البذره. فوالا هذه هي. المهم ها من لك الكوغان غادي نديهم ان شاء الله. نصيب واحده اخرى فوالا هاهي هنا كاين بزاف في مي. انا نعرف بلي كاين اللي تنوض وكاين اللي ما تنوضش. المهم ندخلها لداخل الدار للدار وثمن نشوف وين راني دخلت الداخل وراني دخلت هادو البذور. ان شاء الله غادي نحلهم هاكا نوريكم هادو البذور كي دايرين. كما تشوفوا فيهم جايين صغار شويه على السانوجه. هي نظن ما راهمش بصح كي راهم كحلين هكا صاي قرعوا. كون ما طاحتش النو كون هادي لابو تاعهم يبست شويه. يعني على هاد فوالا هادي هي. نروح نجيب التراب نوجد باز ونغرسهم ان شاء الله قدامكم. وان شاء الله غادي على المراحل تاع النمو هاد النبته سموها ويلي. من بعد نكتبها لكم في العنوان ويلي دو بويم على ما اظن. هاي ان شاء الله اقعدوا معايا ومشاهده ممتعه. والان هاني زدت رحت كملت كاع هذوك قلعتهم فوالا غادي نقلع لهم وصي هكا احد البذور هكا نقلعهم هنايا فهمتوني. هاهي ان شاء الله غادي نروح تاني غادي نوريكم هاد البول اللي كان اللي قلت لكم غادي ندير مع غادي اللي كانت نايضه فيه هاد النبته هاد الفيولي هادي تعقلوها. هاد ديجا كاع قلعتو فوالا هذا قلعتو كاع غادي نحطو هنايا. وهذا التراب هذا غادي نفرغو في البول كبير اللي فوالا كيش غادي نديرلو تهويه. هذا التراب هذا دائما هذه هي طريقتي
هذا البو هذا تقيل تاع اونتيغ، غادي نديه ولا غادي نحطو في الرغوف هنايا كما راكم تشوفوا. هذوك الخضروات راهم هنا، هذا قشور الخضروات، هذه الفيتغ كافي توجور نبغي كي نغرس نديرو في القاع تاع لي بو. وهذا هذا الطراف شوفوا كما كاين شي كاين بعض الخضروات تحلو وكاين اللي مازال لي معليش، انا غادي كي نديرهم غادي نديرهم في القاع تاع في القاع تاع لو بو ونغرس وندير الطراف فوق ونغرس، ما يعطي حتى اشكال، وبالعكس غادي يغدي التربه ويطلق هذيك هذاك الماء تاعو اللي في الماء اللي يكون في الخضره في لابو هذه تاع نيمبورت كاين خضره هي تطلق الماء ودير كي تعفن تولينا تولينا سميده. اقعدوا معايا فوالا كيما قلت لكم، هذا هكا غير راني باين نوريكم ونزيد ناكد لكم باللي الورد منين يكمل ويعطيك البودور وما يوليش حاجه زعما شابه فوالا لازم تقلعيه وديري له تهويه للتراب تاعو دائما في الاعاده افاده. شوفوا التراب كي يكون مغروس ويكون مغذي مليح مليح، شوفوا اللون تاعو كي اسود فهمتوا، شوفوا كي شغل مغربلات وهذا التراب والله ما شاء الله. المهم نروحوا للفيديو تاعي ونروحوا لهادو لي غران تاع كيسموهم اويلي دو بو مع على ما اظن. هيا غادي نغرسهم هنايا وحده بوحده، قعدوا غير معايا وتبعوا الطريقه. هي كاين واحد الاله تاع الزراعه تاعها اكس بغي هكا دخلوا ندخلوا ليك غان كيما لا سيغان كيما هذيك البرالي تاع الحقنه هذيك، هيا ندخلوها ونولوا في كل تخون نديرو، هي كي ندخلوها هكا تطلق لنا بذره. انا غادي نديرو برسك كاع اللي ناضت مرحبا بها واللي ما ناضتش معليش فهمتوني، ما غاديش نديرو كاع كامل بعد يكون واحد يكون صريح باسكو عيطه ويلا ناضت كاع ما عندي كي ندير لها تاني نولي نعرض فيها على جواريني الوغ لا دي بارفوا لا نحشم قولهم فولي دي بلانت فولي دي بلانت. هاي هذه هي نروح هذا كيما راه التراب هكا راه مشمخ راه نادي شويه راه مبلل، نروح ندردر عليه غير شويه تراب من الفوق نوريكم الطريقه وسي كاين باش التراب يهود ما يهودش فيه الحجر يهود غير التراب الحنين هذاك. شوف عندي هذا البو راه كبير شويه مي معليش ما غاديش نعمرو كاع، غادي ندير غير شويه تاع تراب فوالا كيما راكم تشوفوا. هذا اللي درت فيه لي كغانا راكم تشوفوا لي كغانا راهم كحلين شوفوا راهم يبانوا، ايا جبت شويه تراب هذه نديرها هنايا نزيد شويه ايا كي شغل نغرب التراب باش يهود لي غير داك الرقيق الشباب هذا. شوف راكم تشوفوا هذه هي هذا هو تاعي هذا هو هذه هي الروتين تاعي تاع اليوم. اليوم راني درت بزاف الروتينات ان شاء الله يعجبكم اقتراحي لكم، ما تنساوش دعم القناه والى فيديو اخر بحول الله تعالى.